وكلامنا عن معرض الكتاب في دورته الجديدة لسه مخلصه. ومعانا دلوقتي من خلال زوم البوكتوبر الأستاذ سيف الدين عصام، هنعرف منه أكتر عن أهم الإصدارات الجديدة اللي هتكون مشاركة في المعرض السنة دي وتم الإعلان عنها، وإزاي كبوكتوبر وإزاي كصانع محتوى بيستعد للحدث الثقافي الهام اللي متكلم عنه وهو معرض الكتاب في دورته 55. مبدئيا أستاذ سيف أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك يا أستاذة رانيا، إزيك عاملة إيه؟ أهلا بحضرتك، وطبعاً كل معرض وحضرتك طيب، وأعتقد إنه حضرتك أكيد بيكون عندك استعدادات جديدة للمعرض لدورته الجديدة، بس قبل ما نتكلم عن الاستعدادات عايزة أتكلم عن الإصدارات الجديدة اللي هتكون موجودة في المعرض السنة دي. والاستعدادات دي إحنا كأدمن جروبس يعني بنستعد للمعرض من بدري. إحنا بيكون لينا استعدادات من ناحية الجمهور ومن ناحية الكتاب بشكل عام. الجمهور بنحب إن إحنا نخطط نعمل لهم مسابقات على الإصدارات الجديدة، تفاعلات، حاجات تشجعهم إن هم يروحوا المعرض أكتر. ده بالنسبة لنا بيكون مهم. من ناحية الكتاب بنهتم إن إحنا نعمل لايفات معاهم، بنناقشهم في إصداراتهم الجديدة، وده النشاط اللي إحنا بنهتم بيه على الجروب ذات نفسه. بالنسبة للإصدارات الجديدة بقى، فأنا شايف إصدارات السنة دي حلوة جدا. إحنا كمان مركزين أكتر على إصدارات الشباب ومراهنين عليها، يعني حتى عاملين برنامج بيتكلم عن إصدارات الشباب هي بس. شايف كمان عودة ناس كتير يعني على الساحة بقى لها فترة مش ظاهرة، بإصدارات زي أستاذ طارق إمام مثلا، رجع بكتاب جديد، أستاذ إبراهيم فرغلي، مش عايز أنسى أسماء، بس يعني في إصدارات قوية جدا السنة دي. حلو قوي، ده شيء يعني رائع. طيب شايف ايه اكتر الكتب اللي ممكن يكون عليها اقبال اكتر من الشباب، وايه نوع الادب اللي ممكن يكون عليه اقبال اكتر من الشباب وليه؟ هو الكتب احنا انا يعني لو هطبق المثال على نفسي، فانا شايف ان الشباب الفترة دي مهتمين اكتر بالكتب اللي بتتكلم عن القضية الفلسطينية، لان الفترة الاخيرة الاحداث وكده انا شايف ان هي مستنا شوية وخلت الناس عايزة تعرف اكتر. احنا كجيل شباب مش عارف شوية عن القضية بشكل كبير، فأنا شايف إن هو في اتجاه للقراءة عن القضية والأعمال كمان اللي بتصدر جديد، لأن كمان الأقلام اللي بتكتب الأعمال التاريخية أعتقد إن هي الأقلام المحببة والأكثر جماهيرية عند الشباب الفترة دي. جميل جميل. باعتبارك صانع محتوى ثقافي، شايف ازاي نقدر نستغل السوشيال ميديا عشان نقدر نحبب الشباب اكتر في القراءة ونجذب الشباب اكتر للقراءة؟ السوشيال ميديا يعني هي أكتر دلوقتي وسيلة تقدر توصل بيها للشباب، فعشان كده بقى ليها دور مهم. إحنا كجروب بنعمل حاجات كتير، سواء إن إحنا نعمل مسابقات مثلا تفاعلية فنكسب الشباب كتب هدية تشجعه على القراءة، ممكن مثلا نعمل ورش. إحنا بنعمل ورش كتابة فور فري، نعمل ورش إن إنت تعلمك إزاي أصلا تقرأ كتاب وتكتب عنه ريفيو. يعني حاجات كتير المفروض ان هي تكون جاذبة او تخلي الشباب يهتم بشكل كرييتيف اكتر او لايق عليهم فترة. جميل، واعتقد ان ده اكيد طبعا ممكن يحفزهم. انا بشكرك استاذ سيف الدين عصام ادمن جروب بوك هاب، وان شاء الله نشوف حضرتك بقى في المعرض.